اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كرهت المرأة أن يتزوج عليها زوجها زوجة ثانية مع علمها بأن هذا مما أنزله الله في كتابه وأباحه، هل تدخل في كره ما أنزل الله؟ أنا تكرر السؤال هذا، هل قلنا هذه كراهية طبيعية؟ ما هي كراهية دينية، ما هي تكره ما أنزل الله، هي مؤمنة ومسلمة، ولكن هذا من باب الغيرة النسائية، غيرة بين النساء، هي كراهية طبيعية فقط، لا يعتبر هذا من كراهية ما أنزل الله، وإنما هي كراهية للضرة فقط. نعم. الحمد لله رب العالمين.